التصحيف والتفسير على كل حال، وكنا تذكرنا هذا الأمر يعني صباحا، هو باب قديم يعني، حتى أنه يذكر في طرائف مصحفي القراء أن رجلا قرأ في قول ربنا سبحانه وتعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، قرأ: ولله ميزاب السماوات والأرض. والميزاب كما هو معروف يعني كما نقول بالفرنسية لا غوتيار يعني. فما دام ارتباطه بالماء وهذا شيء قديم، فالرجل أراد أن ينبهه، قال: وما ميزاب السماوات والأرض؟ قال: هو هذا السحاب الذي تراه. قال: فعجبت له، يصحف ويفسر، يصحف ويفسر. والذي قال لصاحبه، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يصبح ذرس الرجل مثل جبل أحد، فعجب من ذلك وقال: والله لا آخذن هذا من عندك حتى يشهد له شيء من القرآن. فأخذه إلى شيخه المقرئ الذي حفظه القرآن، فقال: ويحك، أما سمعت قول الله تعالى: أولئك يبدل الله سنانهم خشبات، والخشبات هي الجبال الأخشبين، أم تسمع قول الله: أولئك يبدل الله سنانهم، أي أضراسهم، خشبات. فكان مصحفا وهي سيئات حسنات، مصحف ومفسر.